آية الله الشهيد السيد حسن الشيرازي رحمة الله عليه، هذا عندما كان في سجون البعثيين في العراق هو ينقل، يقول: كنت في محنة شديدة وكنت في أشد أنواع التعذيب القاسي. مثلا من جملة التعذيبات أنه علقوه بالمروحة، مروحة سقفية قوية، علقوه من رجله، رجله معلقة بالمروحة ورأسه إلى أسفل. فطبعا واحد 5 دقائق ما يتمكن يتحمل هذه الحالة، يعني ينهار في خلال 5 دقائق. علقوه على هذه الحالة 3 أيام بلياليها. ليش؟ لكي يعترف اعترافا كاذبا، حتى يفرضوا عليه اعتراف كاذب أنه متورط في محاولة مثلا كذائية، يفرض عليه ذلك. يقول 3 أيام في تلك الحالة واحد حقيقة يعيش محنة، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. واحد يجب أن يسأل من الله سبحانه وتعالى أن لا يفتتن بهذه الفتن القاسية. يقول مر علي واحد منهم، كاتبين اسمه، من هو من كبارهم، متعجب: الضباط الكبار انهاروا، الأفراد المهمين انهاروا، اعترفوا كذبا وزورا. واحد ينهار تحت التعذيب، حاضر حتى يموت حتى ما يتحمل هذا التعذيب. قال له متعجبا: يا سيد، ما الذي يجعلك تتحمل هذا التعذيب ولا تعترف؟ فقلت له، يعني الشهيد وأنا في تلك الحالة: الإيمان بالله هو الذي يجعلني أتحمل هذه الحالة. المهم في تلك الشدة يقول: توسلت ولجأت إلى سيدي ومولاي الإمام المنتظر صلوات الله عليه. أكو في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله أو رؤيا مذكورة في بعض الكتب الروائية أن النبي صلى الله عليه وآله قال: كل إمام لشيء، كلهم أبواب الله، ولكن كل إمام واحد يلجأ إليه في حاجة. الإمام زين العابدين مثلا صلوات الله عليه واحد الذي ابتلي بجور السلاطين، يعيش ظلم من سلطان، يلجأ إلى الإمام زين العابدين صلوات الله عليه. الإنسان اللي يخاف من الأخطار في أسفار البر والبحر يلجأ إلى من؟ إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه. الإنسان اللي قدر عليه في رزقه، يحتاج إلى مال، عنده ديون، عنده قروض، يلجأ إلى من؟ إلى الإمام الجواد صلوات الله عليه. وأما في هذه الرؤيا أو الرواية: وأما إذا بلغ منك السيف المذبح، وأشار إلى حلقه، يعني بعد خلص نهاية، فالجأ إلى من؟ إلى الحجة صلوات الله عليه. فيقول: توسلت بالإمام الحجة صلوات الله عليه أنه إذا كنت شفيعا لي عند الله تعالى على نجاتي من هذا التعذيب ومن هذه الشدة ومن هذه البلية، أنا أكتب كتابا أجمع فيه كلماتك، كلمات الإمام المهدي وزياراته وأدعيته والروايات المروية عنه، عاهدت الإمام على ذلك. ومرت الأيام والأشهر، والله سبحانه وتعالى ببركة هذه الأدعية فرج عنه، بينما كان حكم الإعدام في منطق الكفار، الله فرج عنه وخرج. يقول في يوم من الأيام وأنا لم أحدث بهذا العهد أحدا، أي واحد ما متكلم وياه، في قلبي بيني وبين الإمام، جاءني واحد وقال لي: سيدنا، أنا البارحة شفت رؤيا، رأيت شخصا مهيبا نورانيا في عالم المنام يقول لي: قل للسيد حسن،
إن الإمام المهدي صلوات الله عليه يطالبك بتنفيذ ما عاهدته به. أنا ما أدري شنو هو، بس أنا أنقل لك هذا الكلام. يقول أنا، فهذا حين الوفاء بالوعد. يقول أنا ما كنت قايل هذا المطلب لأحد، هو ما مطلع على القضية أصلا، لا يعلم ما هي القضية. يقول أنا عزمت على أن أبدأ، فجمعت المصادر والكتب وأنجزت القسم الأهم من الكتاب، هذا الكتاب كلمة الإمام المهدي المطبوع. فيقول في ليلة من الليالي شفت في عالم الرؤيا رجل نوراني مهيب طويل القامة، عليه هيبة الأنبياء وجلال الصديقين ووقار الخاشعين. شفت في عالم الرؤيا وهو يقدم إلي، هو الشهيد يقول، فقمت له إجلالا واحتراما وأردت أن أقبل يده فقبل يدي، يعني ذلك الرجل المهيب النوراني. فتعجبت وقلت له من أنت؟ فقال لي أنا مبعوث من قبل ولي الله الأعظم. وشعرت في هذه الرؤيا أن هذا تشكر، هذا ما كان الإمام المهدي، مبعوث من قبل الإمام المهدي، هذا تشكر من الإمام المهدي صلوات الله عليه على هذا الكتاب الذي ألفته. وفعلا نفذ ما وعد وطبع هذا الكتاب، ولعله يبقى سنوات طويلة ينتفع به المؤمنون.